وبعد مباراة الناس ديال برا حتى هما كيتقاطعوا بالناس اللي هنا والعكس والعكس صحيح. كانت متخوفة شوية باش تنضمت الجمعيات لان كنعرفوا هذا واقع حنا كنعرفوا الجمعية ديال واش كنسمعوا الأغلبية حنا كنتمنوا من الله يهديهم ويكونوا واحد أحسن منهم. هادشي علاش أنا الأعضاء ديالي كنطريطو شي يعني كندرسو كيف واحد التريط بزاف تاع الأمور ناخذوها باش ما نطيحوش بالمحظور ونولي نمشيو حتى حنايا بحال دوك الناس ولا نحاولوا نصرفوا مع الناس اللي واصلين واللي كيخافوا واللي معقولين باغيين يخدموا اللي غنصيفط لهم اللي بغيو يوجهونا حنا باقي بزاف الامور ما عرفتيناش حنا وديننا صغار وراسنا صغير نسلكوا مع حدا حتى شي مشكل. لالا رشيده اللي طرحت علينا الفكره فهي مسؤولة عن النجاح الوجدة تلقى شي عائلة في الوجدة تشوفوا جات الناس تلقى جات هنا الكازا عازرو جات الكازا حنا اتفقنا وكندير حنا واحد الجروب مع بعضياتنا ان غتكون انشطه ديالنا هنا في كازا ولينا الشرف ان التحقات في الجمعيه ديالنا جمعيه الرحمه والتضامن الاجتماعيه وغادي يكون بزاف ديال الامور ان شاء الله غادي تكون انجازات غادي نديروها غادي نديروها معاها ان شاء الله. الامور فيها طهاره فيها الامور ديال مازال نتكلم معنا وصلنا بينا في هذا الشيء فيها زواج فيها طهاره فيها بزاف الامور حيويه واجتماعيه ومهمه علينا باش نستصل لكم تقول الاخت ايمان الاخت ايمان واحد الشابه عندها واحد الكفاءه باغا تخدم باغا توصل يعني كتكافح حتى هي وكتكتب توقف في المغربي لان انا جلست معاها وبالنسبه لي موديل ولادنا وقومي كيفاش هضرت عليه واحد الانسان تبارك الله تفكها وباغا دير واحد المحل ديال الله يسهلها من المكان هذا وغادي شي حاجه ديالها وصلح لها حتى هي وهي ديالها ونجح في حياتها ومشاركات حتى هي شي تظاهرات وهذا وتقريبا هذا الالقاء في مكتب الزياره حتى الدومين ديالك انت راه غادي ان شاء الله غادي يحتاجوها وكنشكر المنابر الصحفيه اللي حضرت معنا اليوم شخص اخر حمزه اللي هو ديما سباق موكبه الحدث ديما معنا الحمد لله غير الحمد لله هو ديما معنا في الفرح اخ حمزه اللي كنت المنبر تاع شوف تي في معنا الاخ محمد مشهور هو ديما معنا صحفي مصادر كنلقى حتى هو في الشاده والفرده حتى هو ديما في خدمه الوطن وسمحوا لي انا نطلت عليكم تنتمنى نكون عطيتكم واحد بيلون الهدف علاش حنايا متواجدين هنا وهذا الشيء كله غنديرو تحت واحد العنوان نديرو واحد المسطر ان كيصرف واحد المناسبه اللي عظيمه هذه المناسبه هي عيد الام وباش غادي نبدا باش غادي نبدا ما كرشح كنا بصوت واحد غنديرو نشيد وطني ان شاء الله ومن هذا المنبر الله ينصب الملك ديالنا ويعطيه الشفاء ويصلح لنا ويقول ينصب البصره الملكيه كلها وحنا مع هذا البلاد ملكا وشعبا وحكومة وديما مغريز ولا عزاء الحاقدين والحاسدين حنا الحمد لله غادي من حسن الحسن وراه كيتضرب لنا المتاح في العالم كله فحنا الحمد لله غادي ديفلوبينا مجال سياسي ورياضي ثقافي فاش ما بغاو الحمد لله حنا غادي اي بلاد راه عندها لي زانكونفينيو لي زانفونتاج ديالها والغالع الاسعار كاين في العالم كله كنشوفوا المشاكل اللي كاينه في العالم كله كنشوفوا الحقيقه ديال اوكرانيا وروسيا تاثير ديالها على العالم وخاص دول العالم الثالث ولكن الحمد لله حنا غادي ما نصدروش نوضوا حنا الحمد لله غادي وحنا مسايرين هذا لا سيتياسيون اللي عايشه فيها المغرب وكل شيء بخير وعلى خير ونشوفوا شوفه ايجابيه لهذه البلاد الحبيبه وباش ما كاين وقت عليكم ديروا النشاط الوطني ان شاء الله راه بزاف لي لايف ان شاء الله يلا ان شاء الله ما ميت الاحمر مشرق الانوار منتدى السؤدد وحما منتدى وحما عيش في الاوطان لعلا عنوان منرى كل جناح ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب نداء في دمي وفي دم هواك ترى الغبار اخوتي هيا للعلا ساليا نرشد الدنيا أما هنا نحيا بالشعار الله
غادي يكونوا كلهم مجموعة كلمة ان شاء الله. شوف لي جوز معنا خدمو البار يجوز مع الضروري خصني كلمة ديالكم ان شاء الله. سياسين مرحبا بك. مرحبا. شنو دير اليوم؟ السلام عليكم. شكرا قناه ديال منبر شوف تي في قناه الشعب اللي هي ديما سباقه مواكبه الحدث. كما كتشوف الاخ حمزه كنشكرك بزاف. حنا هنا عندنا مجموعين هنايا في دار الشباب ديال المسيره. شكرا للمدير ديالها الاخ نصر. كما قلت لك هنا عندنا المناسبه كاين عيد الام. حنا كاينين ثلاثه مناسبه في مناسبه واحده، ولكن المناسبه الاكبر هي عيد الام. كان اجتماع ديال اول مره ديال الاعضاء ديال جمعيه الامل والتضامن. كاين تكريم بعد الفعاليات والشخصيات الفيسبوكيه حاضرين معنا اليوم. انا نقدم لك الناس اللي معايا. معايا الاخت امينه اللوزاني، فهي تقدم لك نصاب باش تعطيك الصفه ديالها ياك احسن. الله يجزيك باش تقدم لكم الاخت امينه اللوزاني. السلام عليكم. امينه اللوزاني كاتبه المجلس مقاطعه الحي الحسني. شرف كبير هذا اللي نجي نضم لهذه الجمعيه ونساعدهم، واي حاجه احتاجوها من مقاطعه الحي الحسني حنا راهنا الاشاره. شكرا. شكرا الاخت امينه، وشكرا الاخ الحاج عبد القادر بودراع ورئيس المقاطعه هو مشكور. فالحمد لله هاد الناس كلهم كيما عطيو لينا يد المساعده. هادي ماشي لغه الخشب ولكن هذا الواقع. معنا مدام الطاف حياه مديره دار الشباب في الفردوس. فالحمد لله حتى هي ديما كتقدم يد المساعده لجمعيه الامل والتضامن. كنشكروها على الحضور ديالها. كلمه الاخت. كل الشرف لي انني حضرت معكم هنا. العمل ديالي هو مواكبه الجمعيات، يعني هذا مصميم الواجب اللي انايا كان يعني تنتخلص عليه. وهذه الجمعيه كنتمنى لها التوفيق. الاخ ياسين كنشوفوا ان اخ اللي هو يا فاعل يعني نشيط انه غادي يمشي بعيد ان شاء الله. نتمنى التوفيق للجمعيه باكمل الاعضاء ديالها. الله يسهل الامور. شكرا. شكرا. شكرا مدام الطاف. معنا رئيسه الجمعيه اخت فوزيه، حتى هي غتعرفكم على 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 الصفه تاعها. شكرا على الاستضافه للجمعيه ديال التنميه والتضامن. انا معكم الاخت فوزيه خياط، رئيسه جمعيه المغربيه نور للتنميه البشريه، وموظفه بجماعه نواصر، رئيسة خلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واليوم حنايا هنايا مجموعين مع النسيج الجمعوي وبعد الفعاليات من مقاطعة الحي الحسني، ولي الشرف أنني نعطيهم التجربة ديالي في إطار المبادرة الوطنية ونشرح لهم بعض المسائل اللي في البرامج ديال المبادرة، اللي لا سيما وهي في العقد ديالها الثالث اللي كتضم بعض البرامج اللي غتفيد الجمعيات واللي استفدوا منها من قبل الجمعيات اللي كانوا من قبل. فهذه الجمعيه ما دامت بانها جمعيه فتيه، فلهذا اليوم التواجد ديالي معهم لاعطاء بعض التوضيحات حول برامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وشكرا لهم مره اخرى على الاستضافه. شكرا. شكرا الاخت فوزيه، شكرا على الحضور ديالك. ومعنا كذلك الاخت رشيده. معنا الاخت رشيده، هيا تفضل اخت رشيده. مؤثره فيسبوكيه فعاله هي جمعويه، هي غتعرفكم على راسها. كنشكروها، هي مقيمه بالديار الاسبانيه، جات هنا المغرب خصيصا باش تشرفنا. شكرا على الحضور ديالك. معك من برديا شوف تي في. اهلا وسهلا، مرحبا بكم كاملين متتبعي الكرام. شكرا لكم بزاف. عافية راسك. انا رشيده كنسكن في اسبانيا. المهنه ديالي الطباخه. كندير واحد المحتوى ديال السياحه والزواج عن طريق العائلات. اللي بغى التليفون ديالي مرحبا به. وهذا الشيء اللي كاين. التليفون ديالي هو 00 34 722 872 155. اللي دخل عندي غادي نصيفط ليه المحتوى ديالي. كندير الزواج عن طريق العائلات، يعني كنمشي للبيوت ديالهم باش كنعرفهم. ماشي كنزوج هكذاك، كنزوج الا العائله. لا ديرهم دخلوا، دابا عطيتيني من صافي ديرهم دخلوا، كلشي غيتزوج. ديرهم دخلوا صافي. وعندنا كما قلت لك كنشكر منبر تاع شوف تي في،
وهذه المناسبة ديال عيد الأم الله أي واحد عنده الأم ديالو الله يخليها ليه وتهلا في الوالدين ديالو. وشكرا مرة أخرى المنبر ديال شوف تي في في شخص أخ حمزة اللي نورتونا وشرفتونا بهذه المناسبة هذه، وكنتمنوا إن شاء الله الله يدوم علينا الأفراح. وبهذه المناسبة كنتمنوا الصحة والدوام الملك ديالنا الله ينصرو محمد السادس والأسرة العلوية كامل ديالها مولاي الحسن، والله يخلينا هذا البلد الحبيب وحنا ديما مع هذا البلاد هذا ملكا وشعبا وحكومة وديما مغرب والله الوطن الملك.